استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الوزير المفوض أحمد يوسف المرشح قنصلا عاما لمصر في مدينة بورت سودان بدولة السودان، وذلك لبحث المساهمة في تخفيف حدة الوضع الإنساني والصحي الذي يواجهه الشعب السوداني الشقيق خلال الأزمة الحالية. وبحث عبد الغفار مع الوزير المفوض العمل المكثف لاحتواء الوضع بدولة السودان من خلال الإعداد لتنظيم القوافل طبية وتوجيهها لإقليم شمال السودان للعمل ببعض المستشفيات السودانية، موضحا أن هذه القوافل الطبية تضم عيادات متنقلة ومصحوبة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية الاحتياجات العلاجية لسكان الإقليم.